عنوان العظة بتاعتنا لا تخف آمن فقط. إنجيل مرقس أصحاح 5 عدد 36. و الآية كلها بتقول فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت. في كلمة اتقالت ليايروس اللي هو رئيس المجمع. الكلمة دي بتقول له ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ الكلمة دي الناس أو اللي قاله هو الواضح من القصتين في مرقس ولوقا في شيء من الخلاف، وغالبا أي قصتين في الكتاب في شيء من الخلاف، تحطهم مع بعض تطلع القصة على بعضها. إنه الجماعة جم من دار رئيس المجمع، مش واحد بس اللي جه، لأن في لوقا يقول لك جماعة. وبعدين لا ده هنا في مرقس جماعة جت، لوقا بيقول له فرض اللي كلمه. الجماعة اقتربت لكن واحد اللي كلمه، لكن الجماعة دي كلها جاية بنفس الكلام يعني، بس واحد هو اللي حامل الرسالة ليايروس. وبينما هو يتكلم المسيح كان بيتكلم مع الست اللي شفاها بتاعت ال 12 سنة نزيف، جاءوا من دار رئيس المجمع، جو من دار رئيس المجمع قالين ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ هذه العبارة مقصود بها ذوق. ذوق من مين؟ من بيت يايروس. يعني ذوق، ذوق ومجاملة كويسة وأخلاق كويسة. إزاي؟ إيه الداعي إن يسوع يجي؟ يسوع برنامجه مسحوم جدا، وكل شوية بتجيله حاجات، كل شوية بتجيله حاجات، وطلبات الناس كتير قوي. طب خلاص ما تقعدش أنت تلح وتكمل معاه المشوار، فحاجة خلصت انتهت، بنتك ماتت. دي الرسالة اللي قصدوها دال رئيس المجمع، قصدهم بالرسالة دي كده ذوق يعني. يايروس خلاص تعال ندفنه وخلاص تعال. لكن هذه الرسالة الذوق المؤدبة الشيطان اللي بعتها، الشيطان بعتها لمين؟ الشيطان اللي بعتها وقاصد بيها اولا يايروس ثم بيت يايروس بعدين لما يحكي لهم في ايه. اولا لما اجتاز يسوع من العبر، هو الحادثه دي بعد مجنون كره الجدريين، فرجع الرب حصلت الحكاية على طول. يقول الكتاب أن يايروس قبل المسيح خر عند قدمه وطلب إليه كثيرا. كثيرا يعني إيه؟ بإلحاح، يعني تاخد لك كام دقيقة مش كده؟ يعني طلب، المسيح يبدو أنه ما خدش باله، طلب تاني برضو يبدو أنه ما خدش باله، طلب ثالث، طلب كتير، طلب كتير. لأ هو طبعا مش قادر يتفك من الاحتياج، الاحتياج رهيب جدا، بيته بتموت في حال الموت، بيطلب 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 بيطلب، ربما خد له 5 دقايق 10 يطلب، ممكن ممكن كتير كمان اكثر من كده. والمسيح مش قاعد فاضي، لا بيشتغل، عنده 100 شغلانه المسيح هو ماشي، بيشجع ده، بيلمس ده، بيبارك ده. ف الشيطان يقول له يعني كان لازم تقعد كتير تطلب، طب ليه لما سمعش الطلب امره وراح معك؟ هو مين الغلطان هنا؟ مش انت، لا انت، انت طلبت كتير، انت قعدت تطلب كمان، مين الغلطان؟ ما فيش غلطان في الدنيا غيره صدقوني. ولو تلاحظ نفسك وانت بتنرفز وانت بتظبط نفسك تعرف ايش تقول لك، هو المسيح هو الغلطان، هو الغلطان، ويقنعك ان المسيح غلطان.
يارس قعد تطلب كتير 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 وبعدين وافق ان يروح معاك. يقول الكتاب فمضى معه خلاص. قعدت تقول له ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا، فين بعد ربع ساعة أقل أكتر؟ طب أنا جاي معك. أدي ربع ساعة راحت أو أكتر وأقل. وبعدين إيه الحكاية اللي ملهاش معنى اللي حصلت في السكة دي؟ يايوس واحدة عندها كم سنة؟ 12 سنة بتنزف. يحصل ايه لما تبقى 12 سنة وساعة؟ يحصل ايه زيادة يعني؟ 12 سنة بتنزف. طب ايه؟ طب خليها 12 وساعة يلحق بنتك. شفت ازاي هو مذنب؟ شفت ازاي هو غلطان؟ شفت ازاي ما تعبدوش؟ سيبه سيبه ارفضه روح لغيره. طبعا مين غيره؟ فيش غير الشيطان. تعال لي يعني انا رايحك. امرأة بنزف دم منذ 12 سنة تألمت كثيرا، حالتها حالة من أطباء كثيرين لم تنتفع، صارت إلى حال أردى. طب وهي الست دي؟ طب ما تيجي تقول له نخلص. كمان رخر يا مكارة. والشيطان شغال فيها، هو مش الشيطان شغال فيها، ربنا شغال فيها، بس هو ده الكلام اللي يقوله الشيطان دايما. وخليها تيجي من ورا وفكرة غريبة عندها في مخها تلمس ودن وثوبه وتشفى. ايوه حصل صح انا اشوفها، لكن بنتك ماتت. هي تشفى على حساب بنتك؟ ايوه شوفها صح، لكن ايه اللي حصل؟ في جنازة عندك في البيت، البيت ميت. روح دور على كفن ودور على امور الدفن دي وخلص الموضوع. المسيح لا يهتم باحتياجاتك ولا يقدر احتياجاتك ولا عنده نظرة واقعية للأمور خالص. وهو رخر مش يسكت ويمشي، ما خلاص شفيت ما تدخل يا أخي كمل معايا المشوار، هتعمل ايه تاني دلوقتي؟ وقعد وقف من لمسني. بيقول الكتاب ان ايه لما قال من لمسني؟ الناس كلها تنكر دي خليت لها ايه؟ خليت لها برضو وقت مش قليل يعني. لا مش انا. المسيح يبص كده، لا مش انا. يبص على هو بيدور على الست بس يبص الناس كلها، لا مش انا. وطارت يجي نص ساعه في حكايه من لمسني دي. انت رئيس مجمع برضه مش راجل هين، رئيس مجمع بتطلب من شخص يهودي بغض النظر انه يسوع، لكن شخص يهودي تقول له تعالى بيتي، مفروض يجري او على الاقل يمشي. لكن اللي حصل انه تعطل على اقل ساعه في قصه ملهاش معنى خالص. ربع ساعه معك تعب، وساعه ساعه الا ربع مع الست دي. وفي الاخر اول ما شفيت وقال لها ايمانك خلصك، امضي بسلام. والست انبسطت وكل الناس ذهلت والكل فرحان. وجالك الخبر يا تعيس ابنتك ماتت، لا تتعب المعلم بعد. مرقص بيجيب الكلام ده إرادة ربنا. مرقص مكتوب بروح القدس ومات، وقصدي ولوقا بروح القدس ومات. مات مذكورة برضو القصة بس مش مذكور الحوار ده. قال له ماتت فراح هناك فحياة. مرقص مكتوب بروح القدس، لوقا متى، كل كتاب مقدس. طب إيه اللي خلى مرقص ما يذكرش فيها تشفى؟ وإيه اللي خلى لوقا يذكر فيها تشفى؟ روح خلص قصد كده وقصد كده. وعشان كده أنا في داخلي مستريح قوي لوضع العنوان هو من مرقص 5، آمن فقط لا تخف، آمن فقط. مرقص ما ذكرش فهي تشفى لسبب إن ما هياش فهي تشفى. هو الكتاب المقدس في العهد الجديد مكتوب بإيه؟ باليوناني مش بالعربي. والكلمة اللي اتقرت في الكتاب بشواهد فهي ايه؟ هي في اليوناني فهي تخلص مش فهي تشفى. بس بالنسبة لمرقص الانسان يفهمها ازاي دي؟ ايوه هي مكتوبة كده صح،
هي تخلص هي خاطئة؟ هي مش خاطئة. طب ايه هي تخلص دي؟ فاكتفى وراح قرص قال له اكتب كده كفاية، خلي لقى هو اللي اكتب. فكتب لا تخف آمن فقط. لوقا قال له كملها زي ما انت فاهمها يا لوقا، انت فاهمها تشفى، وهي فعلا شفيت، بس على فكرة هي ما شفيتش. يعني ما شفيتش؟ هي قامت ما شفيتش. فتخلص أصح من شفيت، هي خلصت من الموت. الشفاء ده معناها في مرض، مش مريضة، هي ماتت خلاص، هي فعلا ماتت. عشان كده يقول كده في لوقا فرجعت روحها في الحال. يبقى كانت مريضة ولا كانت ميتة؟ ميتة. فهي تخلص هي المظبوطة. وده اللي في الأصل اليوناني. لوقا ترجمها فهي تشفى. وكل الترجمات الإنجليزية كل واحد اختار له كلمة، لكن أصلها فهي تخلص. فهي تخلص دي مقدمة للعظه. لا تخف من العبارات المشهورة جدا في العالم، في معسكر الله وفي معسكر الشيطان. لا تخف، لا تخف. وبيستخدمها الله كثيرا لأولاده وأحيانا للخطاة عشان يؤمنوا. ما تخافش من الضيقة دي، ما تخافش، تعال لي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال فنريحكم، تعالوا لي، تعالوا لي أنا ريحكم، ما تخافوش. هذه العبارة يقولها الرب لأولاده كتير قوي 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 قوي. لا تخف، في عبارة مشهورة قوي في العهد القديم، لأني معك. لا تتلفت، لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك بيمين بري. ما تخافش. طب الشيطان بيقول كده؟ طبعا. إمتى بيقول الشيطان ما تخافش؟ كتير قوي، كتير قوي، من الواد هو صغير، الواد هو صغير يقول ما تخافش، ما تخافش. علاج امورك يا هادي، انت اللي عندك 7-8 سنين، الكذب خلاص اكتب. بابا في البيت يقول لك انت كنت فين؟ اي حاجه، قول له اي حاجه، تخلص، تخلص. هو حد شافك؟ هو حد دريان بيك؟ اكتب. ما تخافش، مش جبان كده. لا ما اقدرش اكذب على بابا. تقدرش تكذب عليه ليه؟ ما تكذب، اكذب على امك، اكذب على اي حد، اكذب على زمايلك، اكذب على المدرس، اكذب، اكذب كذب لذيذ. وتعال نضحك الحكايه دي، ان دي حاجه لذيذه في الجسد، يبقى عايش حياتين، حياه هنا وحياه من الناحيه الثانيه، جاله اتجاه ثالث في حياته، بقى تعيش ثلاث حياتات. حاجات غريبه، مع كل واحد شكل. هو مقسوم منقسم لكذاب، عايش في الكذب. الشيطان قال له اكذب، ما تخافش، ما تخافش، خليك قوي، خليك جريء، خلاص. دي بداية لا تخف بتاعة الشيطان. طب وبعدين؟ كبر الواد، الكذب مبقاش يلزه قوي يعني، أو قال لك إيه الكذب ده بيخليني معدوم الثقة عند ناس كتير، لا لا هغير الكذب ده. يقول طب اسمع، ما تخافش في حاجة تاني. يكون بقى يوصل سن المراهقة، ما تخافش، ما تخافش من فقد عذراويتك. العذراوية عند الستات بس؟ لا، العذراوية عند الاثنين، العذراوية عند الاثنين. ما تخافش من فقدها، افقدها، خليك راجل. وفي النهاية طابور الهالكين كل شوية يزيد، كل شوية يزيد، والناس طالبة الهلاك وماشية للهلاك ومجرورة للهلاك، لأن الجسد شغال والعالم شغال والشيطان بيزق ويضرب. اجري 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 للهلاك أيها الإنسان. وبيدخل الهلاك فيه كل يوم ألوف البشر لأنهم لم يخافوا الله. طبعا ده عكس المثال هنا، ده هنا اللي بيقول ما تخافش مين؟ ده الله اللي قال له ما تخافش. هنا عبارة تانية خالص،
لا تخف. كلامك يا رب سامحني أقول لك مش معقول، مش معقول بصراحة. كلام الشيطان معقول أكتر من كلامك. أقول لك أنا هناقشك من اللي أنت قلته لنا دلوقتي على حكاية الكذب والعذراوية والقتل والسرقة وكل ده. هقول لك دلوقتي لما أنا واقع في ورطة والورطة دي هيخلصني منها كذبة، إيه بقى إيه المشكلة إن أنا أكذب؟ ما الكذبة دي فيها خلاص، أنا بخلص من المشكلة. إيه المشكلة؟ هخلص. كمان اللي بيقولوا الشيطان في حكاية العذراوية دي ما بيحل مشكلة برضه، ما هو أنت رخر خارق البني آدم يا رب، بتجيله الشهوات دي في سن مبكر. ونفس الحكاية على القتل، القتل ده أنت بتلوث إيديك بدماء وبتصبح كاسر لوصية إنك أنت سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه. فمع مناقشتنا للرب انك انت بتقول لا تخف، والحقيقه الموضوع مش يخوف، الموضوع يموت مش يخوف. بتقول لا تخف، اذا كانت البنت ماتت ما يخافش يعني ايه؟ يعني ما يخافش؟ لا تخف. الراجل بيقول له ايه؟ ابنتك ماتت، لا تتعب المعلم. بعده جماهير جاوا الراجل ده، يعني مش واحد بس جايز فهم غلط، شلة جاي. ايه معناها لا تخف؟ لا تخف، ما تخافش يا رب. من فضلك قول لنا مستنداتك، حسبنا بغير مستندات حندوخ، احنا جماعة ضعاف في الإيمان. ايه مستنداتك؟ واحد ما يخافش وبيته ميتة، لا تخف. أول مستند أنه هو طلب إلي وأنا رايح معاه، ده يخوفه في إيه؟ ليه الإحراج ده بس؟ مش هو طلب إلي كثير وأنا سبته يطلب مرة؟ أنا أقصد أسيبه يطلب كثير ليه؟ عشان أعرف أقصدها ولا مش أقصدها، أنا عارف اللي يحصل بعدين، عارف حال بنت هتموت. سبته يطلب كثير، ما سبنيش قعد يلح ويلح ويلح ويتضرع ويسجد وقعد في حالة لجاجة رهيبة. أنا رايح معك خلاص، ليتك تأتي وتضع يدك عليها تشفى تحيا. فمضى معه، راح معه. الخوف يجي من فين؟ الخوف يجي من الواقع، الواقع اللي انت ما شفتوش يا يسوع، ما تعرفوش. انت هنا ماشي معايا في الشارع، الواقع ده في البيت هناك. الرسالة دي جات لي من الواقع، الذين حضروا الواقعة اللي شافوها جم قالوا لي بنتك ماتت، لا تتعب المعلم بعد. يبقى ما خافش ازاي؟ يا يروس انت قائد يهودي، انت رئيس مجمع، كم من وقائع في كلمة الله غيرها ربنا، غيرها خالص. واقعة إيليا لما هرب من إيزابل وكان تعبان وفشلان وخربان ونايم وعايز يموت، الحل عنده هو الموت، خذ نفسي مني موتي خير من حياتي. حصل ليه الواقعة يا إيروس في قصة إيليا؟ افتكر يا إيروس اللي حصل صح، خدته في مركبة نارية. طب يبقى إيه الواقع بتاعك؟ بنتك ماتت وأنا معاك، تعمل أنت إيه؟ وسجودك الكتير ليا ده معناها إن أنا إيه؟ أنا إنسان لربنا؟ أنت سجد له، أنا مؤمن إنك أنت المسيا. طب خلاص، المسيا رجاء إسرائيل مروح معاك للبيت. تخاف من إيه؟ تخاف من إيه؟ يا أحبائي رجل هذه الرسالة، لا تخف، لا تخف. ها أنا، مين اللي قال الكلمة دي؟ ها أنا معكم إلى انقضاء الدهر.
إن كان الله معنا فمن علينا؟ ما فيش ظروف إطلاقا تجعل الإنسان يخاف خالص. لا تخف، ما تخافش، ما تخافش، لا تتلفت. ده جاله خبر، لا ولا حتى تتلفت، يعني ما تبصليش وأنا كده واقفة أشوف الست دي تتلفت وتتضايق أبدا. أنا معاك، أنا ماشي معاك، قلت لك أنا رايح معاك خلاص. أنا سكتي دلوقتي رايح بيتك خلاص، أسكت، ثق، لا تخف، لا تخف. نيجي للكلمة الثانية والأخيرة، لا تخف، آمن فقط. آمن بإيه؟ أولا تؤمن أن لحياتك خطة عند الله، وهذه الخطة مرتبة من قبل الله خطوة خطوة، همسة همسة، دقيقة دقيقة. آمن فقط، آمن فقط، مش مطلوب منك غير الإيمان. حتة عيان، طيب مش لازم، ممكن أديلك عيان، ممكن زي مادة مثلا لجدعون كذا عيان كذا علامة ممكن، لكن مش لازم، مش لازم. وكلما تؤمن فقط كلما تاخد إكليل أعظم. طوبى لمن آمن وإيه ولم يرى. توما أمل لما شاف غلط، يا توما مش حلو، مش حلو اللي عملته ده، إن لم أرى في يدي أثر المزامير وإن لم أضع يدي في جنبي لأؤمن. غلط اللي أنت قلته ده، غلط. تؤمن بغير ما تشوفه. آمن فقط بالإيمان، سدوا أفواه أسود. هل كان دانيال مرعوف وبيترمي في الأسود؟ صدقوني متأكد إطلاقا ما كانش مرعوب. في الثلاثة كانوا مرعبين، هم بيلقوا في النار أبدا. آمنوا فقط، آمنوا فقط، آمن فقط، آمن فقط. عارف يا رب لو قلت لي آمن فقط فهي تشفى هنبسط، أنا أخدت وعد. لكن ما قالوش تشفى على فكرة، تشفى زي ما قلنا دي إيه؟ دي ترجمها اللي بيترجم إنجيل لوقا، لكن إنجيل لوقا في أصل مكتوبة إيه؟ فهي تخلص مش تشفى. إيه ما تخلص دي شوية يعني، شوية يعني ما تطمنش. زي إيه؟ زي مرسى والرب عند قبر العازر. لو كنت هنا يا سيد لم يموت أخي لا سيقوم أخوك، أنا عارف هيقوم في اليوم الأخير، ما تسوحنيش معاك. لا مش مصدقان، مش مصدقان ربنا يقدر يقوم دلوقتي، ما مات أربعة أيام نتن خلاص، خلص الموضوع. أنا عالم أنه سيقوم في اليوم الأخير. ألم أقل لك إن آمنت ترين؟ بس اهدي اهدي، آمني يا ستي، آمني آمني. فهنا فهي تخلص دي، ممكن تخلص في الأبدية. طب ما ماتت هنا هي، أنا عايزة تحيي دلوقتي. لا مش هقول لك تشفى، آمن فقط. هو قال له فعلا فهي تخلص، مش ممكن يكون لوقا كتب كلمة مش مكتوبة، مكتوبة بس قصد ربنا يقول مرقس ما تكتبهاش عشان أوضح الفكرة بين دي ودي. آمن فقط فهي تخلص، يعني افرض المشكلة قعدت باقية لغاية الأبدية برضو تآمن فقط وتشكر ربنا. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ قاعدين بنصلي الواحد وبعدين مات، ايه المشكلة؟ هو مطرح فين؟ مش جالي؟ طب وانت ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك ان انا بختار اولادي اللي اكملوا العمر بيدك اجالي، العمر كامل جالي، انت مالك زعلان ليه؟ من ايه؟ زعلان من ايه؟ اذا كان الانسان بيترك العالم ويستريح عندي، انت مالك من ده ليه؟ طب المرض، المرض بيستمر بيتألم الإنسان، ومين قال لك الألم غلط؟ مين قال لك الألم وحش؟ ده من تألم في الجسد كف على الخطية، أنا بخلصه. ده الخلاص في الآية، آمن فقط فهي تخلص. ممكن تخلص من المرض، ممكن تخلص من الخطية اللي جابها المرض. أنا بتاع الخلاص. ممكن تخلص بأي وسيلة. آمن فقط، ده المطلوب منك. ما أقدرش أديلك وعد إنك علشان أريحك وتؤمن أديلك وعد بنتيجة مستقبلية. أنا قلت لك فهي تخلص،
تخرج دي تشمل كل حاجة في العالم، ممكن لا تشمل الشفاء، لكن آمن فقط. حتة عبارتين مع بعض يا حلوين، عبارتين زي العسل، وانتو زي العسل برضو. آمن فقط، لا متأسف، لا تخف، العبارة الأولى لا تخف، آمن فقط، دي المزيكة دي، لا تخف، لا خوف في حياتي إطلاقا خالص، لا أخاف، ده المفروض، مش أتكلم عن نفسي، ده المفروض ربنا يديني ويديك، لا أخاف، لا أخاف. ما أجمل أن نعيش حياتنا بالعبارتين دول. المسيح قالهم في الوقت المناسب، سمع لوقته الكلمة التي قيلت. الوقت المناسب ده اللي هي كل شيء تشندل عند الراجل، واتهامات الرب لسه كبيرة، الشيطان قال له عليها، هو السبب في كل ده، ويقول له لا تخف، آمن فقط. ست جميلة أول عبارة دي، الأولى والثانية، حياة بلا خوف، حياة معجونة بالإيمان، ممتلئة بالإيمان. والإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أختم معك بالحتة دي، لو كنت كثير المخاوف وكثير الشكوك، هقولها لك بكل صراحة، أنا مش بدينك لأن أنا زيك وربنا يرحمني، هتوصل فوق تتخزي خزي، تتخزي خزي، أنا خفت في دي ما كنتش عارف التدبير بتاعك يا ربنا، وأنا شكيت في الموضوع ده مش عارف إرادتك إيه فيه، يا سلام، ده أنا عيل، ده أنا عيل، ده أنا طفل. أيوب قال له أندم في التراب والرماد، تكلمت بما لم أفهم، بأمور فوقي لا أعرفها تكلمت بيها، وطعنتك يا رب، لكن إن كنت لا تخف آمن فقط، هتلاقي كليلك فوق، طلع مش الفلك، فلك مين، طلع فوق خالص. ليه؟ لأنك لم تخف لكنك آمنت فقط. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين.